هلو ليديز اند جنتلمان، حبايبي الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام يا اساطير. مثل ما انتم شايفين نزل من شوي متجر السوبر نعناع، سوبر متجر anyway. قبل باش مقطع حبايبنا لا تنسوا صلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس. قبل كل الشباب، قبل كمان قبل اي شيء شباب، لا تنسوا تشتركون حبايبنا بقناتنا الجديده يا اساطير، اليكو جيمنج شاب. حابين نوصلها ل 10000 مشترك شباب، ان شاء الله نوصلها 10000 مشترك. اوكي يا اساطير، لا تنسوا اللايكات والشيرات والبرتاجات، اوكي يا حبايبي. وراح يكون في اشياء اسطوريه هون، اوكي، كثير اسطوريه. يلا اوكي شباب، خلينا ندخل على المتجر نشوف شو المتجر شباب، شو المتجر. اوكي ليتس جو التمانه. وي 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 وي. اوكي ركزوا معي شباب، ركزوا معي. هون عندنا الجائزه، عندنا 1 2 3 6 جوائز موجودة عنه شباب. طبعا لازم نختار جايزة، لازم يعني جايزة من هالجوائز اختارهم، يعني اللي مثل ما انتم شايفين يعني مبين الامر. طبعا حبيبي انا راح اختار طبعا سكين هذا حبيبي والله، لوز اللوز. راح ناخذ الدايموند الحمراء هاي، وناخذ هاي الدايموند الصفراء هاي اللي انتم شايفين وراي هون يا شباب، هون خلفي هي الدايموند البطاقة. وبالنسبة للام 4 عندي الام 4 شباب، رح نحط هذا اليو ام بي. وبالنسبة للبسات ما بعرف شو راح اختار شباب، خلينا نختار اي شيء، هذول عندي اياهم نختار. حط نعمل هلا نشوف دخول التمر، هون بيعطينا التأكيد السكين. طبعا السكين شباب باين عليه سكين اسطوري. اوكي ويهي التمانو، ايش هاد؟ اوكي عندنا هون متجر سوبر، عندنا هون شباب السكين، شو اسم السكين؟ حزمة باركور شو؟ القرمزي يا اخي شباب، اقسم بالله شباب ما فهم من يجيبوا الاسماء، اقسم بالله يا حبايبي صدقون هالاسماء ما اعرف من يجيبون. اوكي ديز انجل تمام، معنا 853 جوهره. هل راح احصل هذا هذا ولا لا؟ اوكي ما اعرف شو وقع حبايبي. المهم يا اساطير خلينا نركز بالمتجر. عندنا هون اول 9 لفات. اوكي يلا نضرب اول لفه نشوف الحظ البيض حبيبي والله، يعني اتس نورمال. طبعا ما بعرف كم شباب راح نشوف، اتاكد من شغله. وا شباب اللفه الاولى ب 9 ب 29، والثالثه ب 9 اوووي بيض، انا متاكد لازم اشحن. يلا نشوف حظنا. دايم يا اخي يا اخي يا شباب والله العظيم، يعني والله العظيم ما بعرف شو داخلكم، يعني اشتهيت مره من الايام انه يعني يطلع لي اول مره لفه، ثاني لفه، يعني هيك ما بتصير معي، انا معي ما بيصير شباب. هذول الجماعة اللي بكتبوا لي بالتعليقات عم بشوفكم، ها عليكم احسن لعيب اول لفه وعليكم ثاني لفه بليز بليز. روح يو ام بي تاكيد، هذا هو يعني مثل كل مره، يعني برجع بعيد وبكرر، يعني شايفين بعينكم الحظ الجميل جدا. اقسم بالله شباب ما بعرف، حسيت شفت هي فوق هي العلامه هون حوالين السكين، فكرت تطلع لي فكرت تطلع لي السكين. بس بما ان الحظ بيت شباب ما راح نقدر نلف اللفه هاي، راح نشحن جواهر. اوكي طبعا بشحن شباب، برجع بكرر بشحن عن طريق الاي دي شباب كارينا شوب. نشحن شوي جواهر يا اساطير، مو شوي جواهر يا زلمه، نشحن جواهر عشان نجيب السكين حبيبي والله. يلا خلي يصلنا الكود عشان ناكد الامر الجميل. راح نعملكم سحر، شوف السحر شباب، راح يصير في سحر بالشاشه الان بعد شوي. اقسم بالله شباب عندي عصفور، هذول الطيور النورس. بسرعه بسرعه شباب، سرعوني بس يا زلمه. اي تمام، ها هي تم حبيبي والله. نعمل ريفرش، شوف 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 السحر. ابدر قدبره، ابدر شو ابدر. المهم حبيبي والله، ليتس جو. يلا لفت 700، هات لنشوف. يعني والله حرام شباب 700 جوهره عشان بطاقه تغيير اسم، اقسم بالله حرام. اوكي شباب، مرات برجع بكرر، مرات شباب اخر لفه باقيين هون، بتعرفوا يعني حظ بيض، باقيين اخر لفه اللي هون شايفين، مرات بقول لحالي انا خايف ما يطلع لي، يطلع لي لفه ثانيه هيك بشي مكان ثاني، يعني يعني يطلع لي بشي مكان شي لفه لازم، يعني يا اخي فهمت علي، يا اخي فهمت. خلينا ندخل على السكين شباب نشوف وضعه. القهوه جاهزه حبيبي والله، صحه قهوتكم بالصباح يا ستير. هات لنشوف وين السكين. ايه تمانو، هذا السكين شباب يشبه المسكينات لون ما نسيت اسمه، بس كان في سكين يشبه له كثير 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 حبايبي، يعني ايه السكين كان يا الله هيك نفس الشكل، نفس كان في كليبس. ما اعرف اذا عندي، خلينا نشوف، خلينا نفرجيكم يمكن عندي اياه ولا لا.
دقيقة حبيبي. المهم شباب ما شفته بس اكيد انتم فهمتوا يعني شو اقصد بالسكين اللي اقصد عليه يعني هيك عم يعمل عنده طاقية هيك بوب وحبيبي والله. اوكي شباب بالنسبة للقبوعة شو اسمه شو كاتبين بالقبعة كاتبين ام ام واحد ما اعرف شو معناتها ال 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 الكمامة الماسك ولا كيف سموها كمان حلوة شباب كمامة حلوة مضادة للفيروسات وال 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 والحبيبي والله التيشيرت ولا يا اخي الدنيا صيف يا اخي الدنيا صيف شباب يا لازم ننزل سكنات الصيفية شباب هذول السكنات الشتوية حبايبي بس الصراحة شباب الشيء اللي عجبني بهذه الشطة الحقيبة شايفين شو مكتوب عليها دامج الصراحة هيك حقيبات شباب كتير بيعجبوني الصراحة أنا ببحث عليهم هون وين ما كان يعني ما عم شوف منهم هيك شكلهم كتير حلو البنطال بالنسبة للبنطال شباب عنا هون شو هذا إكس 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 أوكي إكس إكسات و أوكي والحذاء أوكي عنا هنا شوية أجنحة والله الحذاء يعني إتس أوكي إتس أوكي خلينا ندخل شباب ندخل على نفتحه نشوفه باللعب كل مرة بس قبل بلش اللعب شباب لازم أحط سماعات يعني شيء ضروري أوكي السكين ليتس جو تيتين تيتين يو بوي هات لشوفة فلنتقل للتدريب يا سلام يا بوي ليتس جو يلا يا جميل بس لا يلا بعدين كنت بدي أقول شيء لازم أحط نغير القبضة فهمتوا علي حط شيء لون أحمر سواني حط القبضة لون أحمر سواني اوكي يلا هات اختار له شيء قبضة هيك شباب عشان يطلع له حلو يطلع شكله حلو هاي لونها حمراء هاي الكوبريك احمر على احمر يا سلام لا ها لا هذا وردي هاي لا شو هذا ما في شيء هيك احمر هاي يم زمان لا هاي احلى شيء يا شباب اكتبوا لنا رايكم بالتعليقات يا اساتذه اكتبوا لنا رايكم بالتعليقات شو رايكم بهي اسطوري لوز ولا مش لوز اتمنوا واخيرا شباب السكين الاحمر اللون يا اخي شوفوا احمر يعني هو احمر باحمر يعني صراحة شباب اللون الأسود والأحمر كتير بحبه أنا هنا عملكم زوم يا ساتير شوفوا معي صراحة شي لوز اللوز It's cool حلو يلا خلينا نجيب شباب مثل كل مرة شباب ندخل التدريب نبربر اللعيبة حبيبي والله تعال قول يا جميل يا بوي ها ها What is this يا أخي طلع تعال تعال هون يا قلبي تعال 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 تعالوا. لا هذا معلم هذا شكله معلم وقاعد فوق معلم ومش برجيله ومزبط وضعه بعدين بنروح له طول لي بالك ايه تمام تعال يا جميل هات نشوف السكين شباب لازم نشوف السكين حبيبي والله اوبا حبايبي الكرام بالنسبه اللي شفتوني جد بالتدريب عايزاي اللي ما شاف المقطع الاخير حبايبي بدعيكم انكم تشوفوا الاجابه فهمت في شيء كثير مهم بالمقطع الاخير شباب واللي ما نزل اشترك بالقناه تحت الفيديو الثاني شباب راح يكون في عليها محتوى اسطوري شباب يعني لوز انتوا عليك اما شو هذا ايش في هون اعطيني قلوب هذا يا الله حبيبي والله يا بوي هلا والله طب معلم ممكن تطلعنا من هون حبيبي يا وسخ انا فرجي اختار ابو الليل ابو الليل يلا الروعه هات تعال 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 يا جميل اوبا حبايبي الكرام نفس الوقت تبعتوا لنا رايكم بشيء يعني شو تحبوا ننزل اشياء حلوه بالقناه الثانيه شو تحبوا ننزل لكم فيديوهات يعني طبعا اول فيديو نزلنا بفعاليات ومفعاليات وبتعرف كيف يا حبيبي والله طبعا شباب بالنسبه لهذه القناه شباب رح نخليها للاحداث وما احداث واشياء التايم اللي تعودنا انه ننزل عليها بهذه القناه ما بعرف لايك قناه ثانيه شباب رح يكون عليها كل شيء الا الاحداث وما احداث ولا اشياء الجميله مثل كم اوكي هات لنشوف يا قبيل وين يا اخي بدنا ما جبنا هي الشطات يا اخي عم نحكي اكثر ما بنلعب هي شنو تعال هون يا اخي خربان الدنيا هون شباب تفرجوا معي ايه معلم حبيبي والله لا تقدر هذا الله يسعدك تعال شو اللي هون هات نشوف بدنا شيء هيك هون شطات اسطوريه معلم ندخل على الساحه عليكم ما في غير ندخل على الساحه معلم عليكم يدخل على الساحه معلم عليكم يدخل على الساحه يا زلمه شو عم يعمل هذا بلف بيدور يا زلمه اقسم بالله اللي جاي عم بلف بيدور معلم ايه حبيبي والله هدي لا تلف بيدور يا زلمه دوختنا ها هو هذا شو عم يعمل هذا حبيبي والله عشيشه
الله ابلع. تضم حشيشه. ليش الشركه؟ اوه هذا صاحبي حبيب والله. واو خلاص يكفي شباب يكفي يكفي يكفي. اوكي ليزيز اند جنتلمان حبايبي الكرام، هي بيكون دائما مقطع اليوم يا اساطير، ان شاء الله استفدتوا معنا وانبسطتوا معنا وضحكتوا معنا ولوز اللوز. بترك لكم الروابط تحت بالتعليقات يا اساطير، اتمنى كل الصوره شباب يشتركوا بالقناه الثانيه. برجع بكرر حبايبي يعني الامر راح يكون لوز اللوز يا اساطير. اوكي ليزيز اند جنتلمان، لا تنسوا تشتركوا بالقناه الثانيه حبايبي، خليكم شغله جيمنج يا اساطير. وهيك بيكون دائما مقطع اليوم، بشوفكم مقاطع ثانيه وجديده وحلوه مثلكم. نشوفكم على خير، تشاو.